ولكن معنا اتصال آخر. أبو يوسف من الدوحة أيضا، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير، وأشكركم على هذا البرنامج الطيب. وأنت بخير، تفضل. أنا كنت بدخن أكثر من 30 سنة، ولمرة من المرات يعني قررت أني أترك السجاير. نعم. حطيت قرار انه يعني اترك مره واحده، ومره واحده تركت بقى للحين 10 سنين. ما شاء الله. الحمد لله. هل انه يعني ما انه ممكن ارجع، او انه افضل مصمم على هذا القرار؟ ما هي الطريقه التي تجعلني اني ابقى مصمم؟ الاراده موجوده. نعم. طب أنت ذكرت أبو يوسف أنك الآن 10 سنوات وأنت مقلع عن التدخين. طيب شكرا لك أبو يوسف. أبو يوسف 30 عاما من التدخين ثم الإقلاع لمدة 10 سنوات، يسأل هل من الممكن أن يعود؟ وهنا السؤال حقيقة لحالات مشابهة، من الممكن أن يقلع لفترة زمنية طويلة، ولكن من الممكن أن يتعرض أيضا لانتكاسة؟ متى وكيف، وكيف يستطيع أن يصد هذه الانتكاسة؟ هذا ما نريد إجابة. هنقول الأسباب للهاجس أو القاتل، ده نسميه هاجس أو قاتل، وأنا ممكن أرجع تاني لقديمه، وأنا ممكن أرتد تاني للي كان. دي أحد الطبيعي عند البشر، أنه هو يقول يا فاكر لما كنا بنعمل كده، حتى لو السلبيات. لدرجة نسمع أن بعض الصحابة لما قعدوا في المسجد يتذكروا ويتندروا ويضحكوا على اللي كانوا بيعملوه أيام الجاهلية، يعبدوا حاجة من العجوة ويأكلوها. هذه الذكريات طبيعية، لكن ليس بالضرورة أن تؤدي إلى انتكاسات. لكن من المهم جدا أن أول ما تجيلي هذا الهاجس أو هذه الفكرة أو هذه الأفكار اللي احنا سميناها في علم النفس الذكريات الخاصة بالحواس، ذكريات شمية، ذكريات حسية، ذكريات بالتذوق، بالرؤية، بالزمكان، هذه الذكريات أول ما تجيلي على طول أقدر أسخر منها. علشان كده لما كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ولهم بيفتكروا، حصل حالة منهم بيضحكوا على الذكريات دي. من الممكن أن أحصل على حريتي وأقول يا فاكر لما كنت في أيام العبودية. على طول لازم أخد قرار بالسخرية من هذه الفترة الأليمة اللي كنت فيها عبد، الفترة اللي كنت فيها مشرك، الفترة اللي كنت فيها مدخن، الفترة اللي كنت فيها بين قوسين أي شيء سلبي. لازم أسخر من هذه الفترة، أقول يا ليه معدها والله، دي أيام وحشة جدا. ثم أعدد فوائد هذه الفترة اللي أنا فيها. أنا دلوقتي في التوحيد، بعبد إله واحد هو الخالق سبحانه وتعالى. أنا دلوقتي نظيف الرئتين، شوف أنا دلوقتي بطلع السلم قد إيه. لما أحكي دوت مع حد، ده بيعزز اللي لسه السؤال اللي قبليه على طول، بيعزز المعرفة ويعزز الوجدان. أنا حبيت هذه الحالة وبالتالي يقوى السلوك. السلوك ليس في عزلة عن ما أعرف، السلوك ليس في عزلة عن ما أحب وأشعر. وبالتالي نصيحتي الأساسية لأخونا، اكتب في ورقة، مش بس بالكلام والذكريات، مش بس بالحكي، اكتب في ورقة من 1 إلى 10 فوائد توقفك عن التدخين لمدة 30 سنة. اكتب في ورقة سلبيات عودتك إن شاء الله ما تكونش محتملة للتدخين. الورقتين دول مش ياخدوا منك 10 دقايق، هي آلية مهمة جدا في الامتناع عن الانتكاس، وهو ده اللي بيحصل داخل عادات النفسية. أنا بعملش أكتر من كده، المعالج النفسي في أي عادة في العالم ما بيعملش أكتر من كده. طيب نجيب ورقة وقلم وندردش مع بعض اللي كاتبين بس، ولكنكم تحبون دفع الفلوس. يعني الناس تحب تدفع الفلوس علشان فإحنا بنقول اللي بيحصل هو. يعني من خلال حلقة اليوم بالتأكيد يعني فيزا مجاني. وإحنا نقفل مش مشكلة، لكن إحنا بنقول هذه وسيلة سهلة جدا. الورقة والقلم هي وسيلة علاج تمنع الانتكاسات السلوكية. الورقة والقلم هي وسيلة علاج تؤدي إلى تأكيدات السلوكيات الإيجابية. ليه؟ لأن أثناء الكتابة، وأنا بقول لأخونا وبيكتب، لاحظ أنك بتكتب من 1 لـ10 حاجات الإيجابية، هتلاحظ حالة ابتسام، حالة فرح، حالة يعني أنت مبسوط، حافظت على رئتي، وفرت فلوسي، بقيت بلعب مع أولادي أفضل، بقيت بروح الشغل أفضل، سناني حافظت. هذه الإجابات عمال تكتب عليها، هتلاحظ أوتوماتيكيا أن في حالة ابتسام على وشك، اللي هو على طول الفهم أو المعرفة بتؤدي بالوجدان. من غير ما تشعر أنت على طول هتؤدي إلى تغير في السلوكيات. زي ما بناخد مجموعة من الأولاد ونزور بيهم، ربنا يعافي المسلمين جميعا، مستشفيات الأمراض الصدرية، علشان يشوف إيه اللي هيحصل لك. مش بس هي موجودة على علبة السجاير، أنت تخين يؤدي إلى الموت وإلى الوفاة، ورسمين واحد حاطط هذه لا تؤدي، لمجرد الصورة لا تؤدي، قد تؤدي عند البعض، لكن الكتابة تؤدي، الممارسة السلوكية. طيب استاذ تامر، يعني